نسيت أشكره سي حمال الحراشي، والله بلادي غنية ما تفنى وأنا عايش فقير. سي صار البروبلام سيك ولاد البلاد عايشين الهم والبراني يبومبي صايفوك صارت. سي بوركوا اون دوا سو ريفولتي اون دوا ريزيستي سي اون ريزيستانس باسك اوني كولونيزي. كون جا عندنا قال مثلا با شويه مشاكل منها وقوانين هيا قال معليش اون فافير دي غراف دي مارش اكسيتيرا ونتحاوروا مع النظام يبدل القوانين هذونا بنص اللي عليه نو اي فور ريفورمي تو سيستم. تروحوا كاع تتنحاو كاع بصح يا جماعه تنحاو كاع اي سي اون فالور لورد دو كونسيكونس تنحاو كاع. مي لازم كاين البديل، لازم كاين البديل باسكو البلاد كيما طياره سي فولي كيما بابور الي توجور اون بلان نافيغاسيون. تقدرش تطيش الكوموندون دبار وليكيباج وانت اصلا ما تعرفش تسوق تروتينات. سا اوسي اي فول كومبروندر، سا اوسي اي فول تري بيان لو كومبروندر. درك حنا هما خدموا 60 سنه وفروا شروط كثيره، منها تجهيل الشعب، منها تعتيم الشعب بتعميم اللغه العربيه لانها لغه من الناحيه العلميه والفكريه متوخره بواحد 7 قرون. باش نقول لكم حاجه، ماني عندي مانيش ضد اللغه كلغه، لكن يعني اللغه اللي ما عندهاش ترجمات علميه، اللي ما عندهاش افرازات، اللي ما عندهاش دي كونفرنس، اللي ما عندهاش دي بروفي دو ريشيرش بها، واش ندير بها؟ راح نقعد في تخمام 7 قرون اللور. لا بروف ولينا نمشيو بالقنادر. في 62 كنا بالكوستيمات، دوكا نمشيو بالقنادر نكملوا هكذا. من بعد نمشيو بالشرطات ولا ما على باليش واش، ولا بالجلود نتاع البقري ولا جو سي با، باسكو قاعدين نوخروا اللور. لوبيتال دو 1970 خير من لوبيتال دو 2021، لو ميدسان دي زاني 70 خير من لو ميدسان تاع 2021. سي فريمون اون كور اون ريكول اون كور. من بعد نجريو مارش اريير، حنا ماشي نمشيو مارش اريير، نجريو مارش اريير. دونك العدو الى لا، الوسائل اللي يستعملها الى لا. دونك عرفنا العدو تاعنا، دوكا نعرفوا المقاومه. المقاومه ساسابيل ريزيستي، ريزيستي صافي دير واحد تثبت وجودك، تبين بلي راك هنا اي تو ريفوز، انا رافض. المقاومه كاين مقاومه طريقه سياسيه ثقافيه. هذه المقاومه كل الجزائريين حرار يقدروا يديروها، ما نقولش سياران، ما نقولش جبهه، ما انا نشجع الفكر، انا نطرح اسئله في اوساط الشعبيه، انا نسي نخلي الناس تطرح على نفسها الاسئله باش تفهم وحدها، نسي نوعيو الناس، نسي نفطنوا الناس يبداو يفيقوا، نسي نقول لهم بلي هذه بلادكم، واحد ما دار فيكم مزيه. نفهموا الناس بلي السلطات في اي دوله تحترم نفسها ام خدامين عند الشعب، وبلي الانظمه المتقدمه الانتخابات عندها نوع من التزكيه والمبايعه. لي زيليكسيون سي لا فورس دو بابل، سي بوركوا لازم ديما يكونوا مضاعف باش الشعب يقرر. والمعلومه كذلك، المعلومه هي تري تري امبورطون. قلنا المقاومه، عن المقاومه لا ريزيستانس عندها ان كوتي انتيليكتويال بوليتيك توعوي، دونك اون ريزيستانس كي بيرميت ليفاي، ليفاي ناسيونال، باسكو سي ليفاي ناسيونال كي بيرميت لونيون دو لا فيزيون جلوبال. التوعيه الوطنيه هي اللي تخلي انه الاتحاد يكون عبر الوعي، ديجا عبر توحيد الهدف، نعرفوا الهدف، نعرفوا هدف الثوره، وتتوحد الاهداف نتاعنا. دونك تيجي وحده كيما نقولوا بطريقه اوتوماتيك. علاش؟ لانه نفس الوعي شاع وساد في الوطن. هذا فولي تاع لا ريزيستانس. لوتر فولي تاع لا ريزيستانس سي لو طرافاي سور تيران، سي لا ريزيستانس كيما نقولوا حنايا اكتيف سور تيران. هذه تشوفوها في لي مود اوبيراتوار في الحلقات الجايه، سي توجور لوبيراسيون لوكان، سا سي اكتيف سي سور تيران. هذه ماشي الشعب اللي يقوم بها، باه نكونوا واعيين، سي با لو بوبل. نعطيكم ان اكزومبل، سي با لو بوبل الفرنسي كي ا في لا ريزيستانس كونتر فرنسا كونتر الالمان ولا فيشي. جو سيت ليكزامبل هذا، ما عندي حتى كومبلكس، باسكو لون دي اوبيراسيون دو ريزيستانس دون لو موند مودرن
سي لا ريزيستانس فرونسيز سي ان اكزامبل. علاش؟ باسكو لو بوليتيك ايتي ديبورتي يافي ان غوفرنمون فرونسي متفاهم كاريمون مع الالمان غوفرنمون تاع فيشي لي دو تيير دي فرونس البوليسيه تاع فرنسا بلو بلون روج هما اللي يريطيو الناس يمدوهم الالمان دونك سي براتيكمون اون ا لو ميم شيما حنا ثاني البوليسي الجزائري ولد بلادك هو اللي يهزك ويمدك للاستعمار الحديث ويضربك بور لوي الجدارمي ولد بلادك يفعل لا ميم شوز كيما الجدارمي وقت الالمان في فرنسا سي لو ميم شيما سي بوركوا لازم اون ريزيستانس باسكو جا الوقت باش تحرر الجزائر دونك لا ريزيستانس كاينه لا ريزيستانس كيما نقولوا حنايا باسيف وش هي الي انتيليكتويل اي الي بلو دونجيروس كو لاكتيف علاش باسكو ايل بيرمي اون يونيون ايديولوجيك دو بوبل وحده ايديولوجيه للشعب فكر واحد هدف واحد عقل واحد انتصار Le mode opératoire actif, c'est un mode opératoire qui permet de montrer à l'international et à l'intérieur que on peut faire mal, mais on ne le fera pas. Mais on a cette possibilité et vous n'y pouvez rien. Yani, on peut nous dire, sans même dire hash, ou on peut dire quoi, on peut nous dire. On verra ça dans la tactique et la stratégie globale. Mais c'est d'autres émissions, j'ai dit. L'essentiel, le mafahim, aham haja, le mafahim, les bases. C'est la révolution, les bases, c'est la résistance. Révolution, résistance. Deux concepts qui m'chiou m'abad. M'chiou m'abad. Ça, on est passé sur ça. Donc, actif, vous lancez les actions. Maintenant, quels sont les éléments structurels d'une révolution active, d'une résistance réelle pour libérer le pays est libéré l'individu, donc pour une souveraineté totale. Premièrement, il faut avoir une direction politique. Qiyada siyasiya. Qiyada siyasiya, d'or en tahawash. Tkoun hiya natq rasmi, ou tkoun hiya al-muqarrar le siyasa al-amma, l'annou nta meddir jtawra, bach ma'la balak chouin tarah. لازم كي ندير ثورة ديجا على بالي باللي كي نحي النظام هذا عندي البديل وعندي البرنامج وعندي الامكانيات وعندي الوسائل باش البلاد ما طيحش اون بان كيما قلت لكم ما نطيش انايا ليكيباج تاع بابور وانا ما نسوقش طروتينات دونك سي براتيكمون لا ديريكسيون بوليتيك سي لو غوفرنمون دو لا ترانزيسيون